السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم أجايل بالعربي. في الحلقة دي هنتكلم عن أسباب فشل الووتر فول موديل وأسباب نجاح السكروم موديل. هنتكلم عنهم بالتفصيل وبإحصائيات علشان ندرك بحجم حقيقي فعلا كمية الفشل اللي بتحصل في استخدام الووتر فول موديل، والهجين اللي تشكل بعد كده علشان محاولة تجنب المشاكل اللي بتحصل منه. رقم المفزع بيقول إن الدراسات أوضحت إن حوالي أو أكتر من 80% من دراسة المشروعات اللي فشلت باستخدام وكانت التقنية المستخدمة فيها اللي هي الووتر فول ميثودولوجي كان هو واحد من أهم الأسباب الرئيسية في فشل المشروعات دي. والسؤال دلوقتي ليه؟ زي ما احنا شايفين هنا في الشكل ده إن التطوير بيتم بمراحل متتالية، بتبدأ من الـ requirement analysis وبعدين الديزاين وبعدين الديفلوبمنت وبعدين التست وبعدين الريليز. هي مراحل صارمة في استخدامها بشكل متتالي. المرحلة السابقة لازم تتم وتنتهي بشكل كامل قبل ما نبدأ في المرحلة اللي بعدها. كون انك ترجع تاني للمرحلة اللي قبل كده، يعني وانت في الديزاين، كون ان انت ترجع تتكلم في الريكويرمنت اناليسيز، او كون ان انت في التطوير وترجع تتكلم تاني على الديزاين، ده موضوع صعب ومكلف ومحبط جدا للفريق اللي بيشتغل. البروجكت تايم لاين بيخطط من البداية، والمنتج المعقول اللي لازم يتسلم في نهاية التايم لاين لازم يكون حقق كل الشروط الخاصة بكل مرحلة من المراحل المتتالية دي. أي تأخير في أي مرحلة من المراحل الموجودة قدامنا هيسبب تأخير في البروجكت بشكل كامل. ده ناهيك عن المجهود اللي هيتبذل والكوست اللي هيتصرف في انك ترجع تشتغل تاني مع الاشياء اللي اتكلمنا عنها قبل كده، واهمها احباط التيم اللي شغال. طيب علشان الناس اللي بتشتغل في الفريم ورك ده يتجنبهم المشاكل اللي اتكلمنا عنها، فهم بيحاولوا بشكل كبير جدا يتوقعوا كل شيء ممكن يحصل بشكل مسبق. يعني هم لازم يعرفهم الريكويرمنتس بشكل دقيق جدا 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 في البداية، لأن هي الأساس اللي هيتبنى عليه كل شيء، وده في معظم الأحيان بيكون صعب جدا إن هو يحصل، لأن المتغيرات الريكويرمنتس دي ممكن إن هي تتغير ويجب إن هي تتغير مع الوقت، خاصة لو المشروع كبير ومدته طويلة. زي ما قلنا قبل كده أكتر من مرة ان الريكويرمنتس في البدايه ما بتكونش كامله، ده الطبيعي. والاسوأ من كده واللي بيحصل فعلا وموجود في حالات كتير ان هي ما بتكونش واضحه تماما في ذهن الشخص اللي بيدي الريكويرمنتس، علشان كده التغيير بيعتبر حتمي. ودراسات بتقول إن 60% تقريبا من الـ initial requirements بتتغير في أثناء تنفيذ المشروع. المشكلة بقى الكبيرة إن بعض الـ requirements بتتنفذ زي ما تم طلبها في بداية المشروع، لكن للأسف الشديد هي بتصبح غير مفيدة للكاستمر وبتستهلك valuable time. التايم ده كان ممكن جدا ان هو يطلع شيء ذو قيمة اكبر بكتير جدا جدا للمستخدم. The separation in different project phases
force اليوزرز تو استيميت اتش فيز سيبريتلي. ودي مشكله كبيره ان المراحل بتاعه تنفيذ التطبيق او المشروع بتكون منفصله، وبناء عليه الاستيميشن بتاع كل مرحله بيتم للمرحله دي بشكل منفصل، في حين ان في اغلب الحالات الحقيقيه اللي بتنفذ اثناء العمل الحقيقي اجزاء كبير من المراحل دي بيكون شغال اثناء ما تكون بتشتغل في احد المراحل التانية. يعني هم الشكل الطبيعي بتاعهم ان هم بيكونوا مشغلين بالتوازي. الابروتش ده بتاع الووتر فول ممكن يكون ناجح في المشروعات الصغيرة والبسيطة، لكن مع المشروعات الأكبر والأكثر تعقيدا هو بيكون هايلي ريسك جدا جدا ومورك كوستلي وليس افيشنت. طيب لو جينا قارنا الكلام ده بالسكرام فريم ورك وايه اسباب نجاحه، هنيجي على مبدأ مهم جدا 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 بيوضح لنا الفرق ما بين التو ميثودولوجيز. بالنسبة للسكرام فريم ورك هو غير المثلث التقليدي للإدارة. الأول احنا كنا بنتكلم عن كواليتي وبادجت وتايم، دلوقتي لا احنا بنتكلم عن فانكشناليتي وبادجت وتايم. الله، امال الكواليتي فين؟ الكواليتي مفيش فيها كلام في الاسكرام. انت في عندك حاجه اسمها ديفينيشن اوف دان بيتم تعريفها في بدايه كل سبرنت، بتحدد التاسك ده بيتعمل ازاي، بيتم تطويره ازاي، بيتم اختباره ازاي، الدوكيومنتيشن بتاعته بتتم ازاي. فالكواليتي مش اوبشن في الاسكروم، الكواليتي مش اوبشن. الفانكشناليتي تو بي امبلمنت ويل بي ديفايند، الوظيفه اللي هيتم تنفيذها بيتم تعريفها خلال المشروع وبيتم تنفيذها تصاعديا زي ما اتكلمنا قبل كده، بنجمع مجموعه الفانكشنز اللي الكاستمر عايزها الاول وبنحطها في سبرنت وبنخلصه وبنديه للكاستمر، بيدينا الفيدباك، بنخلصه، بندهوله منتهي، وده بجزء بيكون خلاص انتهينا منه، فما بيكونش في ريسك بالنسبة للكوست ان هو يعلى، ولا ريسك بالنسبة للأجزاء الكبيرة اللي تم تنفيذها مسبقا ان احنا هنخاطر بيها او هيحصل لها اي مشكلة. الفلكسبيليتي دي مش بتكون متعلقة فقط بالريكويرمنتس، الفلكسبيليتي دي بتكون متعلقة أيضا بطريقة العمل بتاعة الفريق، فهو بيشوف أفضل الطرق والموارد المتوفرة علشان يتحكم في مسألة التايم والبادجت. فإحنا ما عندناش مرونة فقط في موضوع قبول الريكويرمنتس، لا إحنا عندنا مرونة ومرونة كبيرة في استخدام المصادر الموجودة عندنا علشان نعدل في التايم ونظبط أمورنا بحيث إن هي أبدا ما تتعداش البادجت بتاعنا. الدراسات وضحت إن استخدام السكروم ميثودولوجي في فوائد كبيرة لمسناها كلنا في الشغل. أول حاجة بتزود البرودكتيفيتي، تاني حاجة بتحسن الكواليتي لأنها أمر مفروغ منه وأساس من أساسيات العمل، لو ما قللتش الكوست فعلى الأقل بتثبته حسب ما هو مخطط له في البادجت بتاعه، بتعلي جدا جدا رضا العميل، وده من أهم الأشياء اللي أي حد بيشتغل في السوفت وير بيسعى له. كمان بتعلي رضا الموظفين في أسلوب الشغل اللي بيشتغلوا بيه وبتعلي الموتيفيشن بتاعهم. أتمنى تكونوا استفدتم، درسنا النهاردة كان قصير، إن شاء الله يكون مفيد، ونشوفكم في حلقة تانية نتكلم فيها عن حاجات أكتر إن شاء الله.